أحمد يعتبر تصعيد مع إسرائيل، ولا ده حقنا إن احنا نقوم بهذا الإجراء؟ يعني بالطبع هو حق وهو واجب والتزام مصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين لدعم حقوقهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المواطنين الفلسطينيين. يعني لا شك أن استشهاد أكثر من 35,000 ألف مواطن والأطفال والنساء والعدد الهائل من الجرحى والمصابين، يعني بيضع التزام على كل دولة تحترم القانون الدولي وتحترم التزاماتها وفقا للقانون الدولي. وأضف إلى ذلك مصر على وجه الخصوص باعتبارها دولة جارة وتشترك في حدود مع الجانب الفلسطيني أن تتحرك لدعم هذه الدعوة وللمطالبة بإنفاذ القانون الدولي واحترام الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. هل سعد سفير عند خطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية إذا تم، إيه خطورته؟ خطورته يعني تعريض السكان القطاع لكارثة إنسانية محققة، لأنه نحن نتحدث كما أشرت إلى أكثر من 1,400,000 فلسطيني. أيوة. نزحوا إلى رفح الفلسطينية باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل قطاع غزة. نعم. حينما تحدث عمليات عسكرية برية في هذه المنطقة بيشكل خطر داهم على الفلسطينيين والمدنيين المتواجدين في هذه المنطقة. نعم. بالتالي هذا خطر كبير حذرت مصر منه مرارا وتكرارا. أضف إلى ذلك بطبيعة الحال الاحتمالات النزوح، لأن تكدس المواطنين في هذه المنطقة وإجبارهم على الخروج منها أو مغادرتها مع عدم توفير ملاذ آمن لهم داخل قطاع غزة. فنحن إذن أمام سيناريو يفرض واقع غير قابل للحياة داخل قطاع غزة، وهذا مصر حذرت أكثر من مرة وأكدت موقفها، والمجتمع الدولي بأكمله الحقيقة أكد على موقفه الرافض لأي تهجير للفلسطينيين باعتباره مخالف للقانون الدولي ومخالف لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وهو يعني في نهاية الأمر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهي بالتأكيد محاولة يائسة لن تؤدي إلى أي نتيجة. هل ممكن يفرض علينا تاني، بقول هل يفرض على مصر التهجير القسري من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؟ هل يعني نحن مصر تعمل بكل جهد من أجل الحيلولة دون وقوع هذا السيناريو. حينما تتحرك مصر بكل اتصالاتها ودبلوماسياتها للعمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإنفاذها والتأكيد على خطورة السياسة الإسرائيلية القائمة على منع دخول المساعدات، وتتحرك مصر في مجلس الأمن لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة أممية وتعيين منسق أممي ليقوم بعملية المراقبة والتحقق من دخول المساعدات لمعالجة الإشكاليات الخاصة بدخول المساعدات، هدفه بالأساس منع هذا السيناريو من الوقوع، وليس فقط ذلك ولكن هدفه بالأساس ضمان وصول المساعدات للفلسطينيين. يعني لا يمكن أن تستمر دولة في هذه السياسة ويستمر المجتمع الدولي عاجز عن مجرد إدخال المساعدات لهذا الشعب. ما فيش شك أنه معبر رفح أيضا هو شريان الحياة الرئيسي الذي يعتمد عليه القطاع، وبالتالي أي غلق لهذا المعبر من جانب إسرائيل أو وضع حالة أو خلق حالة تحول دون دخول المساعدات عبر المعبر أيضا يسهم في سياسة الحصار التي يرفضها المجتمع الدولي بأكمله.